نسوي بعض التعديلات البسيطة على البرنامج مالتنا ونتعرف على بعض الايتمز الجديدة. خلينا نشغل نفتح البرنامج مالتنا اللي هو student system. طبعا هو لحد الان بي 3 بلوكس بي 3 كانفاسز. اول تعديل اريد اسويه على شاشة العرض الديسبلاي. خلينا نفتح شاشة الديسبلاي layout editor. نتذكر احنا من سوينا الديسبلاي كانفاس خلينا عليها بلوك هو الديسبلاي بلوك جبناه بالديتا بلوك وزب وخلى لي هاي العناصر واختاريت طريقة العرض التابولر وكررت العناصر الى 10 عناصر. اذا نلاحظ انه ذني العناصر شنو نوعهن، اذا نروح رايت كليك على اي عنصر ونختار بروبرتي فنشوف الايتم تايب هو شنو، هو التكست ايتم. واحنا نعرف انه التكست ايتم تسمح لليوزر انه يخلي الماوس بداخلها ويكتب اثناء التنفيذ، يكتب ويغير، بينما اللي هي هذه التكست ايتم، بينما الثانيه اللي هذه اللي هي الديسبلاي ايتم ما تخلي اليوزر انه شنو يخلي الماوس داخل الايتم ويغير بالمعلومات الموجوده. فطبعا احنا ما دام عندنا شاشه عرض، ما عندنا احنا هسه هاي شاشه مال عرض، احنا راح نسوي شاشه مستقله خاصه بالتحديث. فما دام شاشة عرض المفروض الأصح إنه تكون ذني الأيتمات نوعها شنو؟ نوعها display item، نوعها display item، حتى شنو؟ حتى ما حد يقدر يعدل على هاي البيانات باعتبار هاي شاشة عرض. إذا أريد أسوي شاشة update أختار text item. فخلنا نشوف شنو المشكلة الاحتمال تواجهنا ما دام هذه عبارة عن text item وليش نريد نغيرها إلى display item. خلنا نسوي connect على database ونشغل نسوي ران. هسه خل اروح على شاشه العرض الديسبلاي ويندو. هسه هاي ما دام تكست ايتم اذا انا شنو اقدر ادخل بداخل اي وحده من عندهن واغير المعلومات. خلينا نفرض انه الشخص او الموظف دي يتفرج على هاي المعلومات وبالغلط مثلا مسح هذا الاسم او ضاف احرف بالغلط بالكيبورد، بعدين ما يدري راح على المين ويندو ورجع على مثلا ديسبلاي، فراح تطلع شنو، راح تطلع مسج الاوراكل راح يشوف يطلع مسج لان راح يشوف اكو تغيير صار عن الديسبلاي اللي موجود بالجدول والديسبلاي اللي كان موجود على الشاشه. فراح يسالني يقول هل ترغب في حفظ التغييرات التي تمت، فاذا اقول له نعم راح يحفظ التعديل اللي صار هسه على هذا الاسم، اذا اقول له لا فما راح يتغير، راح يرجع مثل ما كان. فبالغلط مثلا داس نعم فهذا انخزن بعد صار اسمه هيجي وهذا راح يسبب لي مشاكل، واذا صار عندي اذا اكو درجات مثلا ما طلع فراح تتغير. فالمفروض انه تكون هذني الايتمز الموجوده على شاشه العرض مو من نوع تكست ايتم وانما من نوع ديسبلاي ايتم حتى ما حد يقدر يغير عليها. لانه خلي نفرض انه بعدين بالمستقبل راح اخلي شاشه الديسبلاي فد موظف مجموعة من الموظفين عندهم اكسس عليها، مثلا راح اخليها اي واحد يقدر يسوي اكسس عليها، بينما شاشة التحديث راح احميها بباسورد فمو اي واحد يقدر يعدل على البيانات، بس مثلا شخص واحد عنده باسورد يقدر يدخل على شاشة التحديث. فحتى احمي هاي البيانات ذني الايتمز احولهن من تكست ايتم الى ديسبلاي ايتم. شلون نحولهن؟ طبعا ما نعيد الشغل من الجديد نعيد الداتا بلوك، لا، وانما البروبرتي مال هاي الايتم مثلا اي وحده من عندهم رايت كليك بروبرتي، هنا نقدر نغير الايتم تايب، فبدال ما هي تكست ايتم اقدر اختار ديسبلاي ايتم. ونروح على الثانيه. طبعا اكو فد شغله حلوه انه بالهاي البروبرتي باليت اذا انت تظل فاتح هاي البروبرتي باليت وتدوس على غير عنصر، هنا أنا غير عنصر، فراح يروح على الخاصية اللي غيرتها مع العنصر القبله، فنقدر هسه هذا العنصر النيم بدال ما نسدها نبقيها مفتوحة، بعدين نروح على اليمن نحولها إلى display item. أسوي دبل كليك على العنصر الثالث راح يروح لي على الخاصية age نسويها شنو display item، والعنصر الرابع نفس الشيء display item. هسه من اجي انفذ اروح على display window، نلاحظ انه هاي بعد اذا ادوس كليك هنا مدى يدخل بداخل
هاي الخلية او هذه الايتم، فاذا ما اقدر اعدل، فهذا مجرد شنو صار؟ مجرد عرض فقط بدون اي امكانية على التعديل، وهو هذا الصحيح. لازم الديسبلاي، اي شاشة ديسبلاي تمنع انه تخلي اليوزر يعدل عليها. زين، هسه كملنا شغلنا بالديسبلاي ويندو. هسه خلي نعدل على شاشة الانسرت ونشوف فد شغلة جديدة. احنا من كنا نجي على الانسرت، خلينا نشغل. من كنا نجي على الانسرت ويندو، قلنا هي بيها عبارة عن شنو؟ بيها عن خمس ايتمات. هاي الايتمات هي شنو؟ هي بيها يعني تقابل حقول الجدول، كل ايتم يقابل حقول الجدول. كنا ما نعرف انه وين واصلين، يعني هسه اجي من اريد ادخل فالطالب جديد، ما اعرف اني وين واصل اليا رقم، ما اعرف الطالب الجديد قد رقمه راح يصير حسب السيكونس. فاضطر شو اسوي؟ كنت اضطر اروح على الديسبلاي ايتم، الديسبلاي ويندو، واشوف اخر واحد قد رقمه مثلا 17، وارجع على الانسرت واكتب هنا ايش قد، اكتب 18، اكتب 18 واكمل الاسم والايج والمحافظه واكمل على المعلومات. زين، هذه العمليه مزعجه، يعني خصوصا اذا كانت يعني راح تصير معلومات هوايه بالجدول، فمو معقوله كل ساعه اروح من شاشه لشاشه حتى اعرف ايش قد اني وين واصل. فنقدر نسوي فت كود برمجي اوتوماتيكيا يحسب ايش قد عندي طلاب بالجدول ويخلي لي الرقم هنا. أنا طبعا هذا الرقم هو احنا كم طالب عندنا؟ عندنا 17 حاليا، الجدول ما تجد بي 17، فانا شنو احتاج يكون بهذا التكست؟ احتاج يكون 18. فاذا راح اخلي كود يحسب لي عدد الطلاب زائد واحد ويخليه بهذه الايتم اللي اسمها T1، اللي اسمها T1. زين، هذه واحدة. الشغلة الثانية المزعجة هنا بالانسرت انه اني البرانش ما اعرف الكود مالته، خصوصا اذا موظف وش مدري انه مثلا هذا البرمجيات الكود مالته 101، وش مدري انه مثلا الذكاء الكود مالته 103 وهكذا. فهذا لازم يعني هو ما عنده اليوزر العادي، انا من راح اسوي برنامج راح اعطيه للموظف، هذا الموظف ما عنده اكسس على SQL، ما يقدر يروح يسوي سلكت ستار على SQL ويشوف ال 101 شن هي وال 102 شن هي وال 103 شن هي، وانما هو يعتمد على هاي الشاشه فقط. فهذا المفروض يكون عباره عن ليست ايتم. هسه راح نشوف شنو الليست ايتم ونشوف شلون هو مفيد. خلينا نحل اول شيء هاي المشكله، خلينا نحل مشكله العدد. طبعا انه اذا نلاحظ انه هذا العدد راح احتاج اكتبه بمكانين، وراح نشوف ليش. لانه اذا اني مثلا كنت بالمين ويندو ورحت على الانسرت، هذا الانسرت شنو بي؟ هذا كود بي هذا جو بلوك انسرت، يعني راح يستدعي بلوك الانسرت. فاريد من يستدعي بلوك الانسرت هذا ايش قد يكون قيمته؟ 18 اوتوماتيكيا. فاذا هذه الكود اللي راح اكتبه وين راح اخليه؟ راح اخليه وين نيو بلوك انستنس مال من؟ مال الانسرت. يعني من يشتغل بلوك الانسرت يتحمل يجي هنا يحسب لي الاعداد ايش قد. هاي وحده، هذا اول مكان. المكان الثاني شو وقت؟ اذا انا بشاشه الانسرت كتبت 18، كتبت فلان طالب هل قد عمره محافظته وهذا الفرع مالته، من ادوس سيف المفروض هم هذا يزيد يصير ايش قد؟ يصير 19 حتى خاف اريد ادخل طالب ثاني. فاذا عمليه حساب هذا الايتم اللي تفيدني عدد الطلاب راح اخليها بمكانين، اول مكان من يتحمل البلوك اللي هو الانسرت، والمكان الثاني بالكود مال هذا الكوماند، حتى بالحالتين انه انا عندي هذا الرقم يكون صحيح. فخلي نجي على المكان الاول اللي هي بالحاله الاولى، قلنا اذا انا من المين دا اروح على الانسرت، من مين راح تتحمل البلوك الانسرت، فلازم هذا البلوك اول ما يتحمل يعني بالتريجر مالته اللي هو منه when new block instance، اول ما يتحمل هذا معناتها انه لازم التي 1 شنو بيها؟ التي 1 بيها عدد الطلاب زائد واحد حتى يكون مستعد انه هذا الرقم الطالب الجديد. شنو اكتب هنا أنا؟ طبعا جمله يعني اقدر اقول select، نتذكر الداله اللي تحسب لنا عدد
الأسطر الموجودة بالجدول اللي هي الكاونت. كاونت ستار، كاونت ستار يعني حسبي لي كل الأسطر الموجودة بالجدول. احنا نريدها زائد واحد لأنه هذا الجدول بي 17، أنا أريد هنا رقم 18 حتى تكون الرقم الطالب الجديد. هنا سيلكت، ما دام أنا عندي ايتمز شلون أقول له أنت ترجع لي قيمة السيلكت بهذا؟ فأقول له سيلكت انتو، سيلكت انتو اسم الايتم اللي أريد أخلي به قيمة هاي الدالة اللي هو نقطتين T1، وقلنا خلي دائما نقطتين قبل أسماء الايتمز حتى يعرف هذا ايتم مو متغير. بعدين فروم مين من يا جدول يحسب من جدول الستودنت، من جدول الستودنت فارزة مقوطة. نشيك الكود صحيح، خلي ننفذ وخلي نشوف ليش نحتاج هذا الكود نكتبه مرة ثانية. هسه احنا كتبناه وين؟ كتبناه من يتحمل البلوك الانسرت. خلي ننفذ ونشوف. خلي نروح على الانسرت، خلي نروح الديسبلاي نشوف ايش قد عندنا. نشوف الحساب صحيح 17، المفروض تعطيني هاي ايش قد 18. انسرت 18 صحيح. زين من انا عندي 18 اجي اكتب هنا مثلا خالد مثلا 23 مثلا محافظة مثلا ديالة برانش خلي نقول 102. هسه من ادوس سيف راح يسوي؟ راح يعني يخزن هاي المعلومات ويسويهن ذني صفارة كلهن، مو كلهن سواها النل. انا اريد هم من ادوس سيف هم ترجع هاي الدالة تشتغل حتى يجوز اريد ادخل الطالب رقم 19، فلذلك احتاج بالسيف هم اكتب نفس الكود ولازم اوخر النل اللي صفر هذه الايتم، اما اوخرها او اخلي الكود ورا عملية التصفير. فلذلك احتاج انه اكتب الكود بالسيف لان هسه من اريد ادخل طالب شلون هم لازم ارجع واشوف وين وصلت وهكذا. فهذا الكود اللي موجود بالبلوك الانسرت او خلي نكتبه. نرجع للسيف، هذا التريجر مات اللي هو وين بوتن بريست. طبعا اذا مثلا مرات واحد بالغلط يدوس على هذا التريجر فش راح يصير؟ راح يصير عندي تريجر جديد وهذا غلط طبعا، فالمفروض نقدر نمسحه. اذا واحد يتخربط منه يفتح التريجرات يقدر هو هذا الايتم اللي هو اسمه سيف، هذا التريجر مات رايت كليك PLSQL editor حتى نقدر نعدل على الكود اللي كتبناه قبل. هسه شو اسوي؟ هنا انا اكتب بالاخير، ليش؟ لان انا اريد ولا ما يسوي انسرت ولا ما يخزن ولا ما يصفر العناصر يجي يحسب لي بهذا العنصر يحسب لي من جديد، لانه ما دام خزن قيد فاذا راح يتغير الرقم، فاريده من جديد يحسب لي شنو؟ الكاونت ستار، سيلكت كاونت ستار زائد واحد انتو منو؟ نقطتين T1 from student فارزة منقوطة، فارزة منقوطة. شيك الكود مالتنا صحيح. هذا بعد شنو؟ بعد ما بقي text item، ليش؟ لأن هذا بعد هو البرنامج قام يحسب عدد الطلاب، فهذه ريحت اليوزر أو الموظف اللي ديت دخل بيانات بعد ما يقعد يحسب كم طالب عنده ويشوف الايدي مال الطالب الجديد ايش قد، هذا البرنامج قام يحسبها اوتوماتيكيا. فهذه اسويها بعد display item حتى ما يقدر هو يغير بالرقم. property مال ال T1، هاي ال T1 نوعها شنو؟ display item، display item حتى بعد ما يقدر يغير عليها وانما تنحسب شنو؟ اوتوماتيكيا. خلي ننفذ ونشوف. نروح على الانسرت، هسه هاي 19 والمؤشر وين مؤشر؟ على النيم راسا، فهنا بعد ما اقدر امسح ال 19 ولا اقدر ادخل بداخل هذا لان صار display item. اجي اكتب مثلا ساره الايج 20 مثلا بغداد 101 خلينا نقول سيف. من ادوس سيف هم راح يحسب 20، ليش؟ لان الكود كتبته بالسيف، بينما بالحاله الاولى من سويناها هذا صفر. واجي اكتب الطالب وهكذا يصير 21 الى اخره. فهذا حلينا مشكلة الاي دي، فالتعديل بسيط حتى اليوزر او الموظف لا يدوخ انه يقول احنا ايش قد عندنا طلاب وايش قد الاي دي مال طالب الجديد،
نحسبها اوتوماتيكيا. هذه حلينا هاي المشكله. تبقى مشكله شنو؟ مشكله البرانش، لان قلنا الموظف ما يدري انه البرمجيات اني مطي كود 101، وما يدري انه النظم مطي كود مثلا 102، فلازم اسوي فد شيء اسمه الليست ايتم. هذا الليست ايتم عباره عن فد ليست وبتطلع بها قائمه، والموظف بس يختار اسم الفرع، فعمليه الادخال راح تكون كلش سهله. خلينا نفتح جدول اس كيو ال ونشوف. جبنا الباسورد غلط او ما نحتاج دي بي 1 باعتبار هذا السيرفر. زين، سيلكت ستار فروم ستودنت. طبعا عندنا الافرع حاليا عندنا بس ثلاثة، عندنا 101 و102 و103. خلينا نقول ال 101 هو برمجيات، وال 102 هو شنو؟ نظم، وال 103 هو ذكاء. احنا عندنا اذا تتذكرون عندنا جدول ثاني اسمه البرانش، سيلكت ستار فروم برانش، خلينا نشوف شنو سميناهن. عندنا 101 برمجيات، 102 نظم، 103 ذكاء، 104 مالتي ميديا، 105 نتوركس. فذني الافرع، خلينا نضيف اول ثلاثه اللي هي باعتبار ذني 101 و102 و103. فمن اجي على هذا طبعا اقدر انه اني احذف هذا، اقدر احذفه، يعني خلينا نفرض هذا انحذف واضيف منه ليست ايتم. الليست ايتم هي وين؟ الليست ايتم هي هاي، هذه الليست ايتم، كليك وارسمها هنا، هذه يسموها شنو؟ ليست ايتم، واضيفها. او اقدر هي نفسها هذه، نفسها هذه التي 5، لان انا ما اريد اغير اسمها باعتبار اني التي 5 وين خالها؟ خالها بالكود مال الانسرت، تي 5 مستخدمها بالكود مال الانسرت، فالاسم ما اريد اغيره. اقدر اغير التايب مالتها، اسويها ليست ايتم مثل ما غيرنا ديسبلاي ايتم، فاروح على البروبرتي مالتها وانتي تايب يصير شنو؟ ليست ايتم، فراح تتحول الى ليست ايتم. زين، هاي الليست ايتم انا احتاج اخلي بها عناصر، احتاج امليها بالعناصر اللي اريدها. هاي شلون امليها؟ شلون راح يكون بها اسماء الفروع؟ بالبروبرتي مالتها، اروح للبروبرتي مالتها، اكو فد بروبرتي اسمها element in list. element in list هاي البروبرتي خاصه بالليست ايتم. فاجي على هذا، هنا اكو فتشي كوماند اسمه مور، اذا ادوسه راح تفتح شنو؟ شاشه. هاي الشاشه بها قيمتين، يعني كل هذا المكان الاول الى قيمه، هذا المكان الثاني الى قيمه ثانيه، يعني كل مكان بالليست الى قيمه مقابله. طبعا كل ما تضيف شغله راح تزيد هذه، وراح تقدر قد ما تريد عناصر تضيف تقدر تضيف. فخلي نجي على الاليمنت الاول، شنو فرق هذا عن هذا؟ هذا الفاليو هي القيمة الموجودة بالجدول. هسه احنا بنشتغل بنسوي انسرت عليه من على جدول الستودنت، وجدول الستودنت القيم الموجودة به شنو هي؟ عبارة عن ارقام نمبرز اللي هي 101 102 103. نجي على 101، من يقابل المفروض؟ المفروض 101 هو برمجيات. فالفاليو مال 101، الفاليو مال 101 اللي راح تدخل بالجدول هي شنو؟ هي برمجيات. برمجيات برمجيات. فهذا شنو معناته؟ معناته هذا الاسم الظاهري اللي راح يشوفه الموظف، هذا مجرد ليبل، وهذا هو القيمة الحقيقية اللي راح تدخل بالديتابيز او بالجدول من نسوي سيف. وهذا صحيح، يعني انا هنا ما اقدر اكتب برمجيات. ليش ما اقدر اكتب برمجيات؟ لانه هذا مو تكست حتى اكتب برمجيات، هذا نمبر، فلذلك احتاجيت انه هذا يكون رقم. نجي على الثاني، الثاني هذا جد اللي فاليو مالته، الفاليو مالته 102، 102 هو شنو؟ مثلا 102 هي النظم المعلومات. نجي على الثالث، الفاليو مالته شقد؟ 103، والليبل الذكاء مثلا
اصطناعي، وهكذا نقدر نضيف بقية الأفرع. نقدر نضيف بقية الأفرع، بس خلي بس زنين ثلاثة، ندوس أوكي ونرجع بأي وقت نقدر نعدل على البروبرتيز ونعدل ذني. إذا نريدها نكتب بالإنجليزي، نريد مثلا نغير الأرقام إذا غيرنا الجداول إلى آخره. فصارت هاي شنو؟ صارت عبارة عن list item. فمن أجي أنفذ، من أجي أنفذ بعد الموظف شنو ما يدوخ إنه لازم يحفظ إنه 101 هو تابع للبرمجيات و 102 تابع للنظم، ما له علاقة. مجرد بنروح على الانسرت، هذا انحسب اوتوماتيكيا، يكتب الاسم مثلا، مثلا عمر 23 مثلا موصل. هذا صار شنو؟ ليست ايتم. يعني يدوس هذا السهم تطلع له عبارة عن ليستة. مثلا عمر وين؟ خلينا نقول بالنظم. فمن اختار نظم، من ادوس سيف، السيف ما راح تخلي نظم بالجدول، وانما ايش راح تخلي؟ راح تخلي 102، لانه الفاليو مال النظم هي 102. فادوس سيف وخلي ارجع اشوف الديسبلاي حتى اشوف انضاف لو ما انضاف. نرجع، اذا هو هذا شد رقمه، كان رقم 20 هذا. طبعا هذا هنا ما مرتب، هسه راح نرجع نعدل عليه نسوي ترتيب، بعدين نتعلم شلون نرتب الجدول. يعني من دا نضيف دا يضيف لي هنا، وهذا الطالب عمر ضفناه وين؟ رقم 20 عمر هذا بالموصل. ها هنا بما انه انا شنو ما عارض البرانش، ما عارض البرانش، لان تذكرون احنا من الديسبلاي جبنا بس ذني الاربعه، ما جبنا البي ار اي دي، فهنا ما راح اقدر اشيكه. خل اشيكه بالاس كيو ال، سيلكت select star from student. فوانا رقم 20 الطالب رقم هذا عمر، فال BRID مالته 102 لان انا اختاريت نظم. فهنا عملية الادخال، عملية الادخال صارت كلش سهلة بالنسبة للموظف. بعد ما يعني هذا ما يدوخ بالرقم، الاسم يدخل يعني اسم عادي، وبس يدخل العمر ويدخل المحافظة، وهنا البرانش يقدر يختار. حتى المحافظة، بالنسبة للمحافظة هم نقدر نسويها list item ونضيف كل المحافظات لأنه عددها محدود، نضيفها list item حتى تكون بعد الإدخال يكون بعد أسهل. راح ناخذ فد شيء ثاني أحسن من list item يسموه list of values إن شاء الله بالفيديو الجاي.